به ونستغفره ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. نشكرك ربنا ولا نكفرك، ونترك ونخلع من يفجرك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير، فإن خير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآمر هو الله، والمأمورون هم ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقفوهم إنهم مسؤولون. الموقوفون والمسؤولون هم البشر، نحن الذين سيوقفون الله وسيسألنا الله. ليس بيننا وبينه ترجمان، كما ورد في الحديث: فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرين إلا جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إنه السؤال الذي علمنا ماهيته وعلمنا أجزاءه، بينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال ليس مجهولا، تدخل أنت في امتحانات الدنيا ولا تدري عن أي شيء ستسأل، أما يوم القيامة فالسؤال واضح وعليك أن توضح الإجابة. السؤال ليس مجهولا، قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل. السؤال أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجهولا. لن تذهب إلى يوم القيامة وأنت جاهلا عن أي شيء ستسأل عنه، بل أنك علمت وعلمت معك عن أي شيء سيسألنا الله: عن الجسد فيما أبلاه، وعن العمر فيما أفناه، وعن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن العلم ماذا عمل به. ليس بشرط أن تعلم علوم الدنيا، ولكن كل حرف قد علمته ستسأل عنه، حتى خطبة الجمعة هذه سنسأل عنها. الحد الأدنى من العلوم التي نأخذها خطبة الجمعة، سنسأل عنها. من هنا أيها الإخوة، ونحن نتوقع ونتيقن السؤال، وكتابة الإجابة أيها الإخوة بالحقيقة الإجابة هي في الدنيا وليست في الآخرة. الإجابة في الدنيا، سنجيب عن أسئلة الآخرة من خلال أعمالنا. هنا، من هنا تكتب إجابتك، وإجابتك هي التي ستذب عنك يوم القيامة وتدافع. فالجسد الذي
استخدمته في طاعة ربك، والعمر الذي أفنيته في طاعة ربك، والمال الذي اكتسبته في طاعة ربك وأنفقته في طاعة ربك، والعلم الذي تعلمته اتقيت فيه ربك، ستكون إجابتك على نحو ذلك. من هنا أيها الإخوة، الذي آمن بأن الله سيسأل وبأنه هو المسؤول وبأن الذي سيوقفه مخلوقات لا تعصي الله، لن تستطيع أن تسلم منها كما في الدنيا. ما في رشوة للقاضي ولا لمساعد القاضي، ما في رشوة للكاتب ولا للبواب ولا للحاجب. لن تستطيع أن تتصل يوم القيامة بوزير أو نائب، لن تستطيع أن تتصل بمن تعرف أو من لا تعرف، سيكون اتصالك من خلال عملك. الكل مشغول. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. قالت أمنا عائشة: وينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: الأمر أشغل من ذلك يا عائشة، ما حدا فاضي يطلع بحدا، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت رهن ما كسبت من عمل في حياتك الدنيا. من مسؤول عنك؟ أنت مسؤول عن نفسك. لن يستطيع أحد أن يقدم لك حسنة ولو كان أقرب الناس إليك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حسنة واحدة لن تستطيع أن تأخذها من أحد. لذلك جدير بمن عقل، وجدير بمن فهم، وجدير بمن آمن أن يعد لهذه الأسئلة عدة. أيها الإخوة والأحبة، سيحاسبنا الله. سئل سيدنا علي رضي الله عنه: كيف سيحاسب الله الخلق؟ كيف سيحاسب الله الخلق؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه: كما يرزقهم في ساعة واحدة سيحاسبهم في ساعة واحدة. هل رزقك أشغل عن رزقي؟ أبدا. هل رزق الله تعالى قوما ثم انتظر الأقوام الآخرون حتى ينتهي رزقنا؟ رزقنا في ساعة واحدة، مش بس للبشر، ليس فقط للبشر، كل المخلوقات، كل المخلوقات تصمد وتفتقر إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد. أيها الإخوة والأحبة، إن السؤال سنسأله يوم القيامة، سنسأل عن أنفسنا، وسنسأل عن أزواجنا، وسنسأل عن نبينا، سنسأل عن نبينا: من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ سنسأل عن أمتنا، حتى عند نزول القبر من الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وماذا تقول في المسلمين والمسلمات؟ الإجابة هي بالعمل، ليست في القبر. يلقن الإنسان عند قبره إجابة. قالوا: التلقين عند القبر للأحياء ليس للأموات، وما أنت بمسمع من في القبور سماع استجابة، ولكن من عند القبر يذكر من فوق القبر. سننزل هذا المكان وسيسألنا الله عنه وعن كتابه وعن ديننا وعن نبينا وعن المسلمين والمسلمات. أيها الإخوة، إن الذي يصحح بوصلة الحياة ومسيرة الحياة هو الإيمان. إيمانك باليوم الآخر هو الذي يصحح علاقتك مع الكون وعلاقتك مع نفسك، يصحح علاقتك مع أمتك، هذه الأمة التي أشغل بعضها ببعض
صارت ضعفا وكأنها لا تريد أن تقوم من سباتها ولا من رقادها. يهيئ الله تعالى لها من يوقظها كل فترة حتى وإن كان عدوها، وكأنها لا تعقل أنها مسؤولة. سنسأل عن الأرض التي نعيش عليها، سيسألنا الفاتحون الذين جبلت دماؤهم بتراب الأرض التي يعيش المسلمون اليوم عليها ويبيعونها دون ثمن. نعم، يبيعونها دون ثمن. التنازل من الحكام ومن الشعوب، تنازلنا عن كل إمكانياتنا حتى غدا العدو يروح في أرضنا ويذهب دون أن يطاله أحد الأمة بشيء من حكام ومن جيوش ومن شعوب. صرنا مزرعة الفساد، كل إنسان يريد أن يزرع فسادا يزرعه في نفوسنا وفي أرضنا وفي أسرنا. لقد ضعفت الأجساد حتى لا تكاد هذه الأجساد تصرف عنها أي عدو يدخل إليها، صارت تعاني من فقدان المناعة. نعم، إن فقدان المناعة في الأخلاق وفي الدين هو أصعب من فقدان المناعة من حيث مرض الجسد. إن أمراض الجسد لا شك أنها قد تقع فيه، ولكن حتى لو ذهب الجسد وسلم الدين وسلمت الأخلاق وسلمت المروءة، لا مشكلة أن يذهب الجسد. فهذه الأجساد ما خلقت إلا لتذهب، ما خلقت إلا لتذهب. كل شيء هالك إلا وجهه. ما جئنا إلى الدنيا لنمكث فيها ولنبقى فيها، ولكن جئنا حتى نسأل عنها. ولذلك تأمل قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك، أي هذا الوحي الذي أنزله الله هو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ولقومه ثانية، وللعالم كله بأسره سيسأل عن ذلك الوحي الذي أنزله الله تعالى ليكون حياة الإنسانية ونورا، تخرج الإنسانية من ظلماتها إلى ذلك النور الذي ابتعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأحبة، عندما ننظر إلى مجتمعاتنا وننظر إلى أفرادنا، لا شك أنك تنظر إليها وكأنها غير مسؤولة عن أي شيء. نعيش ضياعا فكريا وضياعا حتى بالعقيدة، ضيعت الأمة حتى كثيرا من عقيدتها، وضياعا بين الأمم. ضاعت أرضها وضاعت مكانتها، وصارت القوة التي مكنا فيها لا نستخدمها إلا بين بعضنا، فيزيد فيما بيننا الشقة والخلاف، وبدل أن نكون في مواجهة الآخر يصبح بعضنا في مواجهة البعض، فترى أننا نخسر يوما بعد يوم. في الوقت الذي ينتظر الضعاف من المسلمين قوة من المسلمين، إذا بهم يعلمون أنهم أقوى ممن حولهم من المسلمين. انظروا إلى بيت المقدس في هذا الأسبوع الذي العدو الصهيوني يخرج المرابطين في بيت المقدس من أهالي بيت المقدس، وعلى رأسهم الشيخ عكرمة صبري إمام بيت المقدس، والكثيرين من سكان بيت المقدس يخرجون، وبيت المقدس وأهله ينتظرون حلا من الأمة
وإذا بالحلم يكون على لسان بعض الشعوب أنه يهنئ نتنياهو أنه يفوز على في حزبه، ويا ليته يقول كان في إسرائيل حتى يصوت له. هذا من الشعب، وتناقلتها وسائل الإعلام تلك الرسالة التي صنعت من دليل ما أراد يوما أن يعتز بما يحمل من كيان ومن لسان. وأما على مستوى الحكام فترون أنهم يعجلون إلى أعدائهم ويدفعون أمام أعدائهم كل غال حتى يمكن له عدونا كرسيه الذي يجلس عليها. نعم، سيدنا موسى قال لربنا: وعجلت إليك ربنا ربي لترضى. حكامنا يعجلون إلى أعدائهم ليرضوا عنهم، يعجلون إلى أعدائهم حتى يرضوا عنهم. لذلك علمت شعوبنا أنه لا يمكن حاكم في بلادنا إلا أن يرضى عنه العدو، إلا أن يرضى عنه العدو، ابتداء من السفارات نهاية بالدول. نعم أيها الإخوة، إنما تعانيه أمتنا اليوم من انفصام في الشخصية أنها تنتمي إلى عظيم ثم تمارس حقارة في أعمالها، تمارس حقارة في أعمالها وفي أسلوبها وفي كلامها. تذهب حكومات وتأتي حكومات، ولكن على الكل أن يعلم أنه سيسأل. نعم، إذا كان عمر قال: لو عثرت شاة في أرض العراق لكنت مسؤولا عنها يا عمر، صرنا أمة متعثرة، ليست شاة تتعثر في أرضنا، بل أصبحت الأمة كلها تعيش تعثرا وتعيش عرجاء وتعيش عمياء وتعيش سجنا كبيرا، تبقى الأفكار مسجونة في صدور القائلين والعلماء. فإذا ما أطلقت أفكارهم كانوا في أحكام المسجونين. أمتنا لا تحمل فكرا ولا تستنهض نفسها لتستنهض أمة، وحكامها يذهب الفاسد ويأتي الفاسد. لم يعلموا أنهم سيسألون يوما، ومن يسألني؟ من الذي سيسأل؟ يا ليتكم كنتم مثل عمر الذي قال: لئن سألوني في القبر لسألتهم. عمر سيسأل الملائكة، ولن ينتظر الملائكة حتى تسأل عمر. لقد أيقن بما عمل، وأيقن بما ضحى، وأيقن بما قدم. لقد عف عن المال فعفت أمته. كان يسهر الليل ويمشي في النهار، يجوع حتى لا تشبع الأمة، حتى لا يشبع وأمته جائعة. عمر لم يسأل عن كرسي، ولم يسأل عن زعامة. عندما قيل له: ألا تولي ولدك عبد الله من بعدك؟ قال: يكفي من آل الخطاب أن يسأل واحد أمام الله، يكفي من آل الخطاب أن يسأل واحد، أن يسأله الله. لئن سألوني لأسألنهم. يا حكام أمتي ويا آباء أفراد أسري، هل ستسألون الملائكة عن شيء؟ أم ستسألون عن كل شيء؟ والله سنسأل عن كل شيء. نحن ما قدمنا شيئا حتى نسأل عنه، بل قدمنا كل شيء الذي سنسأل عنه. من هنا أيها الإخوة، نحن نعيش أياما صعبة، صنعنا الصعوبة بأيدينا، وإن الفرج أيها الإخوة كتبه الله لمن عمل على منهج الفرج ومنهج أن يعد للسؤال بين يدي الله جوابا. أسر متفلتة وشباب ضائع وحكام لا يسألون، يرضون يسترضون العدو حتى يرضى عنهم، ولا يسترضون شعوبهم حتى تمكنهم. أهكذا تقاد الأمم؟ لا يسألون حتى عن مؤسساتهم، لا الدينية
ولا الاجتماعية ولا الدستورية. يفقد الدستور ويدوس على الدستور من صنعه، يدوسون على الديمقراطية بألبسة صنعوها على حجمهم وعلى مقدارهم. فإذا ما خلت تلك الأحجام لغيرهم مزقوها تحت أقدامهم. هكذا هو صنع البشر. إن القوانين التي صنعها البشر تقتل على يد البشر، وإن القوانين التي سنها الله وأنزلها الله للعرب بداية وللعالم نهاية إنها قوانين محفوظة بحفظ الله، وإنه لذكر لك ولقومك. أنتم يا عرب ستسألون، لقد ضيعنا بوصلتنا حتى صار من الغريب أن نتكلم عن فلسطين. شو دخلنا عن فلسطين؟ من الغريب أن تتكلم عن بيت المقدس، ما يطالب فيها البيت المقدس. من الغريب أن تتكلم عن أي فرد في أمتك. أهل لبنان يشغلون بحكوماتهم، حكومة رايحة حكومة جاي، وأهل سوريا بأنفسهم، وأهل العراق بأنفسهم، وأهل الخليج بأنفسهم، وكأننا بدل أن نكون أمة صرنا أمة، والأمة توطأ ولا تستأذن، والأمة قوية حتى بشدتها لم يعد عندنا شدة حتى يمكن لنا في الأرض. أيها الإخوة، سنسأل، نعم، وستسأل هذه الحكومة كما ستسأل من قبلها وسيسأل من يأتي من بعدها عن حناجر أقوام، وسيسألون عن مؤسسات أغلقت أبوابها، وسيسألون عن أعراض في دول الاغتراب قد ضاعت، وسيسألون عن دين أمة وأسر قد ضاع. سيسألون وسنسأل معهم، لأننا صنعناهم، نحن صنعنا أصنامنا التي أمرتنا أن نعبدها، نحن صنعنا طواغيتنا، نحن صنعنا البعد عن ربنا بأعمالنا حتى مكن علينا مثل هؤلاء. أراذل الناس وأحقر الناس والذين لا تعرف عنهم إلا رذالة وسرقة وبعدا أن يمكنوا بأيدينا علينا. ثم بعد ذلك نريد الخلاص. من أين؟ من أين نبدأ؟ من أين نبدأ؟ نبدأ من إصلاح العلاقة مع الله. نبدأ عندما تشعر بأنك مسؤول لا تشر إلى غيرك، لا تشر إلى غيرك، بل أشر إلى نفسك. وعلي أن أشير إلى نفسي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن ماذا فعلنا حتى يتغير الحال؟ ماذا أعددنا لسؤال ربنا حتى يكون للسؤال جوابا قد أعده الإنسان بعمله لا بقوله؟ كثرت أقوالنا وقلت أفعالنا، كثرت أعدادنا وصارت هباء منثورا متماثرا في الأرض لا قيمة لها. أيها الإخوة والأحبة، إن الله عز وجل سن في هذا الكون سننا، سن في هذا الكون سننا، وإن سنن الله لا تتغير، وإن السنن الكونية التي كانت أسباب التغيير بخلق الله آن الأوان أن نتعامل معها من خلال إياك نعبد وإياك نستعين، من خلال ادعوني أستجب لهم، من خلال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من خلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. إن نار الدنيا قد أصابتنا، وإن نار الآخرة نستطيع أن نطفئها. ومن هنا بداية الأمر، من كانت رجله في الطاعة كانت الرجل الثانية في جنة الله، ومن كان لسانه في طاعة الله، ومن كان لا يلفظ لسانه إلا ما يرضي الله كان ذلك الفم سيؤذن له أن يتكلم بين يدي الله.
سيقول الله ربي ومحمد النبي والقرآن كتابي والمسلمون والمسلمات إخواني وأخواتي، سيقرأ قول الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل وسيعد بسمعه جوابا وببصره جوابا وببطشه ومشيه جوابا. أيها الإخوة، ربنا قال لنبينا ولأمتنا وهو يخاطبها في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نعم أيها الإخوة، علينا أن لا نخون الله وأن لا نخون أمانة ائتمننا الله عليها. يسعى الناس للمسؤوليات في الدنيا وإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، إنها ستكون لربما متاعا من أمتعة الدنيا ولكن لربما تكون فتنة بين يدي المرء واختبارا يختبر الناس فيها. نحن أيها الإخوة في هذا البلد مختبرون الآن، مختبرون حكومة ومختبرون شعبا، وثقنا بهم أم لم نثق بهم، أرادوا ثقتنا بهم أم لم يريدوا، سنسأل وسيسألون. والذين ذهبوا طويت ملفاتهم في الدولة ولكن لم تطوى الملفات بين يدي الله، إن الملفات التي يستطيع بعض الناس أن يصنعها في الظلم ويسرقون مقدرات الشعوب إنها ظلمة بين أيديهم، ولكنها ستكون على ملأ يوم القيامة، فضيحتها ستكون على ملأ. ولذلك نقول لمن ذهبوا أصلحوا قبل أن تذهبوا إلى الآخرة، ونقول لمن أتوا ستسألون عنا في الدنيا وفي الآخرة، ونقول لمن يأتي من بعدهم، لأن هذه السياسات وهذه الحكومات وهذه كل متاع في هذه الدنيا لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم، لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم. فإذا أردتم ثقة الشعوب وثقة الشعب وثقة البرلمان ليست بأيدي نواب البلد ترفع، إنما الثقة يعطيها أناس لأهل الثقة، فإن كنتم ثقة سيثق الناس بكم، وأما إن كنتم غير ثقة لا بطريقة مجيئكم ولا بطريقة ذهابكم فلن يكون لكم ثقة لا بين الناس ولا عند ربكم. لذلك خلصوا أنفسكم بين يدي الناس حتى تخلصوا أنفسكم بين يدي الله، إن الناس لم يعد عندهم شيء حتى يعطوه، فإذا استطعتم أن تعطوا الناس إعادة لحقوقهم وإعادة لما سرق منهم وإعادة لما ذهب من مقدراتهم، عند ذلك ستعطيكم شعوبكم ثقة، ومن وثق به شعبه ستثق أو ستوثق له الأمور بين يدي ربه. أسأل الله إن سألنا أن يعفو عنا، وأسأل الله أن يخفف سؤالنا. اللهم كما خلقتنا مجانا وكما رزقتنا مجانا فاعف عنا مجانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوزا للمستغفرين توبوا إلى الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إكراما لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. انصر يا رب من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعلنا ممن ينصرون الدين وأهله، ولا تجعلنا ممن يخذلون الدين وأهله. اللهم هيئنا للخير وهيئ الخير لنا، واصرفنا عن الشر واصرف الشر عنا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم ول علينا خيارنا وخذ عنا شرارنا. اللهم أكرمنا بالصلاة في بيتك المقدس. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تثبت أقدام المرابطين والمجاهدين. اللهم ثبت أقدامهم واغفر للأمة تقصيرها نحوهم. ونسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.